اللي وقع هو اننا جينا استثمرنا في هذا القطاع، جات الجائحه لقينا روسنا حنا هما اول ضحايا ديال هذا القطاع. هذا الشيء انعكس لنا على الصحه ديالنا، على الابناء ديالنا، على الحياه ديالنا اليوميه وعلى الاستثمار ديالنا. اليوم ما بغيناش الاستثمار يكون فزاعه، بغينا الاستثمار يكون حمايه، وبغينا الدوله تتدخل وتحمينا. اليوم بغينا عقد برنامج خاص بنا حنا، بركه علينا، لان باش يديرونا حنا مع التماسيح والعفاريت في واحد القرارات اللي ما كنستافدو مناش. حنا بغينا عقد برنامج خاص بينا او لا برنامج استعجالي خاص بالقطاع ديالنا باش نحميو الاستثمارات ديالنا، باش نحميو الشغيله ديالنا. حنا الابناك اليوم طالبانا بهذا الاسطول باش تسترجعوا الدعم متوقف، يعني كاينه مشاكل، مطالبين باداء الضرائب. حنا ما غاديش نكونوا يعني ضحايا ديال هذا ديال الكورونا. شكرا. الدلاله ديال الاحتجاج هذه الساحه هذه كانت يعني كدير دعايه اكثر من ما كيديرها المكتب الوطني للسياحه. هذه الساحه عندنا علاقه معها كبيره كمهنيين، لا سائقين ولا الشركات، كنا دائما تنجيبوا الزوار ديالنا هنا. اليوم هذه الساحه هذه عندنا معها واحد الارتباط يعني منذ البدايه، ما كاينش سائق اللي ما يبداش ويبدا من ساحه جمال الفناء. هنا التاريخ، هنا الاصاله، هنا السياحه، هنا المعاصره، هنا اللي بغيتيه كاين. اذا لهذا وما بغيناش نكونوا يعني تنديروا هذا الشيء وسط الشوارع باش ما نكونوش ثقال على الساكنه ديال مدينه مراكش، ولو انهم راه حاسين بنا وتيساندونا وتنشكروهم وتنطلبوا منهم السماحه. الاعتزال المفتوح ديالنا بواحد الطريقه سلبيه. سائق مهني بالنسبه للناس اللي ما استفدوش من هذا الدعم، لانه واحد الشريحه كثيره ما استفدتش من هذا الدعم، والناس راه مقهورين، والناس راه في واحد القهره، يعني عامين احنا ما استفدناش من هذا الدعم هذا. يعني كيتوجب على كل شيء يستافد ولا كل شيء ما يستافدش. انا هذا هو الراي ديالي، بانه عامين ديال كورونا الناس جالسه ولوطيلات استافدوا، وكنسمعوا بانه لوطيلات تدعموا بالملايير وتدعموا بسميتو، وهاد الشريحه اللي هي الشغيله اللي هي فقيره وما عندها شيء، كاين اللي كاري، كاين اللي اخوات الدار، كاين اللي عدد ديال الناس في الحباسات دابا بالديون اللي عليها وبالكرا اللي ما خلصوش، وخواو ديورهم وخواو سميتو اللي من غادي يلتجئوا هاد الناس وما ما عرفوا ما يديروا. انه هاد الناس هادو خدامين في السياحه، لقاو روسهم مورطين في هذه الخدمه هذه، ما عندهمش البديل ديال شي حاجه اخرى باقي يعاودوا يرجعوا ليها.
باش يعاودوا يمشيوا لشي حاجه اخرى يعاودوا يخدموا فيها ولا شي حاجه. كاين اللي كبر في هذا الميدان هذا، ولكن دابا اش كنقولوا بانه الدعم ما وصلش لكل شيء. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.